تعالى دلوقتي بقى نشوف ازاي هنعرض كل البوستس اللي عندنا. تعالى نرجع كده، المفروض اروح على بوستس يعرض لي كل البوستس اللي موجود عندي. طب انا هيعرضهم ازاي؟ هنا دي انهي ميثود شغاله؟ زي ما انت بتقول فعلا، الميثود اللي اسمها اندكس. عاوز اجيب كل الداتا بتاعت البوستس، اجيبها ازاي؟ هقول له بوستس بيساوي بوست، وهقول له عندي ميثود اسمها اول بالشكل ده. حاليا هجيب الميثود اللي اسمها اول، بعد كده هنستخدم الباجينيت، بس حاليا نستخدم الميثود اللي اسمها اول. بعد كده هقول له بوستس قيمتها هتبقى البوستس اللي عندك. كده انا بمرر الداتا من الميثود بتاعتي جوه الكنترولر للفيو اللي اسمه بوستس اندكس. دي الطريقه بتاعت لارافيل للتمرين، دي طريقه من الطرق اللي بنمرر بيها الداتا. فاروح هنا فين؟ عند الميثود بتاعتنا، لو انت عند الملف بتاعنا اسمه ايه؟ انا بس نقفل ده خالص. الملف بتاعنا اسمه اندكس، عاوز اعرف ان الداتا فعلا جات لي ولا لا. تعالى هنا اقول له ات دي دي، ده ينضم يعني بس في البليد، فبستخدم الدايركتيف بليد بتاع الدي دي. بعد كده اقول له بوستس عشان اتاكد ان الداتا جات لي. تعالى نعمل ريلود، الاقي جاب لي الداتا اللي موجوده عندك ايتمز اري اوف 3 اهو. وبعد كده اتفضل يا فندم، الاقي في حاجه هنا عندي اسمها اتريبيوتس فيها القيم بتاعتي بتاعت البوست ده. مش هندخل في دي في تفاصيل دي كتير، تعالى نرجع سيبك من الكلام ده خالص. بدل ما دي هقول له ات فور ايتش بالشكل ده، بوستس از بوست بالشكل ده. بعد كده هقول له هنا اند فور ايتش، يعني هنعمل ريلود الاقي اتكرر لي ثلاث مرات، بس انا عاوز القيم دي تتغير كلها. طيب يبقى بدل فيرست بوست هقول له اتفضل عندنا بوست اوف ها تايتل، وبعد كده بوست اوف ديسكريبشن، بعد كده بوست اوف يوزر اي دي. بعمل كنترول سي كنترول في عشان اكبر الكلام ده على طول. حلو جدا، ممتاز اهو زي الفل. طيب واحد واحد دي هتفضل موجوده؟ لا مش هتفضل موجوده. كل اللي انت هتعمله ان انت تيجي هنا تستخدم حاجه برضو بنستخدمها مع البلاي، لوب اتريشن. هو بيعرف ان انت في لوب دلوقتي وبيبتدي من واحد، ففي اوبجكت بيتكرر حاجه اسمها لوب، وبعد كده جواه حاجه اسمها اتريشن. قيمه الاتريشن دي بتبقى واحد مع اللفه الاولى، مع اللفه الثانيه بتبقى اتنين، بتبقى ثلاثه وهكذا. تعالى اوريك اهو، هتلاقيه هنا واحد اتنين تلاته. حلو، ده التايتل، ده الديسكريبشن، ده اليوزر اي دي. سيبك من الريليشن شيبس دلوقتي، مش عاوزينها، مش هنتكلم فيها دلوقتي، هنخليها للاخر خالص. نقفل بس الحاجات السهله البسيطه اللي احنا عاوزين نشتغل عليها. عندنا الديليت وعندنا الايديت، عاوزين نعمل الديليت الاول. طب هتديليت ازاي؟ كل اللي انا اعمله في الديليت ان انا لما ادوس على الزرار ده يمسح لي الرو ده او البوست ده. طب ازاي الكلام ده؟ ده الموضوع سهل وبسيط جدا، عن طريق هيبقى فيه راوت موجود عندي، لما ادوس على الديليت يروح حذف لي بقى الايتم ده بعيد. طب ممتاز جدا، الراوت ده فين يا فندم؟ لازم نروح للويب، ملف الويب بتاعنا. هنا هنعمل راوت جديد خالص اسمه راوت نوعه ديليت، نوع الراوت ديليت. طب ليه كتبت نوعه ديليت وايه ديليت ده؟ ده احنا كده بنفول حاجه اسمها ريست فول اي بي ايز. ريست فول اي بي اي، مش انت عاوز تمسح؟ يبقى تستخدم الديليت، استخدم الراوت اللي نوعه ديليت. حلو جدا، وبعدين هتقول له بوستس، وممكن تيجي هنا تقول له ديستروي، وتيجي تقول له الاي دي بتاعك اللي انت عاوزه. طب تعالى بس عشان نفولو بشكل كامل ريست فول اي بي ايز، تعالى كده هنقول له هنا ريست فول، يجيبها ولا لا؟ هنشوف كده يوديني فين. ادي ريست فول اي بي اي، ادي الراوت. احنا عاوزين نروح على الجدول نفسه بتاع ريست فول اي بي ايز، هنروح عليه دلوقتي حالا. هتلاقي جوه الكنترولرز ريسورس كنترولرز، هتلاقي هنا زي ما احنا ماشيين، احنا بس احنا طبعا مستخدمين بوستس. الاكشن هنا دي الميثود اللي انت بتستخدمها، سيبك من النيم دلوقتي. عندي اول حاجه الفيرب جيت، لو انت قلت له فوتوس والفيرب نوعه جيت، فالميثود بتاعتك هتكون اندكس، وده اللي احنا عملناه. لو انت لاحظت عندنا بوستس الفيرب او نوع الميثود جيت، رحنا على ميثود اسمها اندكس، صح؟ بعد كده فوتوس كرييت، رحنا على كرييت ميثود اسمها كرييت. فوتوس او بوستس كرييت، رحنا على ميثود اسمها كرييت. بعد كده فوتوس بس بوست، معنى كده تروح على ميثود اسمها ستور، وده عملناه. بعد كده الجيت، لو انت عاوز تشو بوست معين، ودي لسه هنعملها. بعد كده الجيت فوتوس فوتو اديت، لو احنا عاوزين نعمل اديت على حاجه لسه ما عملناش بس هنعملها. لو احنا عاوزين نعمل بوت او باتش، تعديل جزئي، فهنعمل فوتوس، وبعد كده ناخد البارامتر اللي اسمه فوتو. كل ده لسه هنعمله، يعني دول لسه ما خدناهمش، هنعملهم ان شاء الله. انا يهمني دي بقى ديليت، بقى ديليت الميثود نوعها ديليت. فوتوس الاي دي بتاع البوست نفسه، او حاجه اسمها يعني النيم يعتبر، او البارامتر يكون باسم الموديل اللي عندك يعني، بس احنا مش هنعمل كده. احنا هنمرر الاي دي بتاع مين؟ بتاع البوستس عندنا.
فلو انا عاوز اعمل ميثود ديليت اقول له بوستس، ما هقولوش ديستروي، هقول له الاي دي على طول، مرر لي الاي دي. طب الميثود نوعها ايه؟ الميثود اسمها ايه؟ اسمها ديستروي. يبقى انا كده هعمل ميثود اسمها ديستروي. فين ميثود ديستروي؟ اروح اعملها في البوست كنترولر على طول. اجي هنا دي ميثود اسمها ديستروي. مالها ديستروي؟ ديستروي دي بتستقبل اي دي لو انت فاكر. يعني انا باخد هنا بارامتر اللي انا ببعته اصلا، لو انت ملاحظ معلش كده في الويب، انا بقول له يا فندم بوستس بالنسبه لك هتاخد بارامتر اسمه اي دي. طيب البارامتر اي دي ده هستقبله فين؟ هستقبله في الميثود بتاعتي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ديستروي. انا مش متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده، طبعا مفيش اي فيو هنا خالص باي شكل من الاشكال. هقول له داي دمب الاي دي اللي انت هتبعته. طيب هنفعل الديليت دي منين بالظبط؟ يعني احنا عملنا هنا الراوت، جميل جدا حلو، وعملنا الميثود. طب الراوت ده فين هيتفعل؟ فين بالظبط؟ فانه بليد الاقيه في الاندكس في الديليت هنا اهو. اجي هنا اقول له يا فندم انت المفروض هتروح على يو ار ال كده بوستس، بعد بوستس اقول له سلاش كده، اقول له دوت مين بقى؟ البوست اوف اي دي، ان انا هنا طبعا جوه السترينج، فطلعت بره وكتبت له بوست اوف اي دي ودمجتها مع السترينج بتاعي اللي هو بوستس ده على طول. حلو. طب نوع الميثود بوست، لا مش انت بتقول لي ديليت، يعني انت بتقول لي نوع الميثود ايه؟ هقول لك الاتش تي ام ال ما فيهاش غير كيتو بوست. طب انا عاوز اتحايل في هنا ورك اراوند جوه البليد. طب ازاي؟ هتيجي هنا تقول لي عندي ميثود، عند دايركتيف اسمه ميثود، بحط جوه قيمه اسمها ديليت بالشكل ده. بنوع الميثود كده هيبقى ديليت، فعليا هيبقى ديليت وما يعمليش مشاكل لما انا استخدمت البليد دايركتيف اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ميثود. تعالى كده بالراحه نرجع للكود بتاعنا، نعمل ريلود، ولو انا الدنيا تمام وعملت ديليت هنا بص كده هتلاقي الاي دي. لو انا عملت انسبكت، تعالى نعمل انسبكت بس عشان اوريك حاجه بسيطه كده سريعا، هادي اهو لو انت لاحظت كده هتلاقي الاي دي هنا بوستس واحد صح. طب تعالى بقى نعمل انسبكت هنا هتلاقي الاي دي هنا بوستس اتنين. طب تعالى نعمل انسبكت على تالت واحده اهي هتلاقي الاي دي بوستس ايه؟ تلات. ليه؟ لان انا بعمل لوب، وانا بعمل لوب دلوقتي هو بيلف بيجيب لي الاي دي بتاع كل بوست من الداتابيز، فالاول واحد التاني اتنين التاني تلاتة. حلو جدا. تعالى بقى لو انا قلت له ديليت دلوقتي راح قال لي بيج اكسبايرد 419. انت صح معايا دلوقتي، ما دام استخدمنا فورم يبقى عشان الامان لازم اقول له ات سي اس ار اف بالشكل ده، لازم اقول له ات سي اس ار اف. ارجع تاني يا فندم اعمل ريلود قول لي ديليت بالشكل ده، قال لي واحد. طب كده صح. طب اعمل لي كده على ده، قال لي تلاتة اللي هو تلاتة اللي انا بعته فعلا في اليو ار. ممتاز جدا. طب انا عاوز امسح بقى. حلو. طب تخيل لو هو بعت لي كده وراح قال لي 30 هنا كده، قال لي 30 بالشكل ده، ينفع؟ هل 30 ده موجود اصلا؟ 30 ده موجود؟ 30 ده مش موجود خالص نهائي. والميثود طبعا نوعها جيت، بس هو ممكن يغير في الفورم نفسها يعني. طلع الايرور ده مالكش دعوه بالايرور ده، جاي لان انا رحت عن طريق جيت. تعالى اوريك، لا تعالى نعمل احنا المشكله بنفسنا عشان فعلا تفهم القصه دي. لو انا جيت انا عملت انسبكت اهو، وبعد كده واحد دي، تعالى يا سيدي تعالى، واحد دي عملت اهو تغيير بنفسي، قلت له 30 ماشي، رحت قلت له ديليت، اطبع لي ال 30 برضه، بس ال 30 دي مش موجوده عندي في الداتابيز. امال هتعمل ايه بقى عشان تامن نفسك؟ لارافيل طبعا بيدي لك الموضوع ده بيس اوف كيك، حاجه كده بسيطه جدا. فتعالى نقول له هنا ان البوست بيساوي بوست، وعندي ميثود اسمها فايند اور فيل، وتدي له الاي دي. مالها فايند اور فيل دي؟ باختصار شديد بتقول له لو لقيت البوست ده هاته، يعني كده معنى كده ان هو موجود في الداتابيز. حلو. طب لو مش موجود وقف لي الكود تمام. تعالى كده نعمل ريلود على نفس ال 30 دي كده، ايه اللي هيحصل؟ تعالى بس كده، يلا يا صاحبي، هو زعل من الريلود بتاعه زعلان، قال لي نوت فاوند. طب لو كتبت له 3 بس، طبعا هنرجع احسن عشان نقدر نجيب حاجه موجوده، اقول له ديليت او على الاثنين، يقفل ده خالص دلوقتي بقى، هيقول لي تمام انا ما طبعتش حاجه طبعا، فما فيش حاجه ظهر معايا. اوكي. عاوز تعمل ايه؟ كل اللي انا عاوز اعمله اقول له بوست اوف ديليت بالشكل ده فقط لا غير. فقط لا غير كده انا مسحت الرو ده من ده. بجد الموضوع بالسهوله دي؟ الموضوع بالسهوله دي مع لارافيل خلصت القصه كده. طب احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نرجع ومعانا رساله نقول له يا باشا ان الايتم ده اتحذف، اقول له بوست ديليتد ايه؟ سكسسفولي، وانا عارفك شاطر، هروح اجيب الكود من الاد زي ما هو كده اهو، اروح حاطه فين؟ في صفحه الاد. تقول لي انت بتكرر الكود، اقول لك معلش استحملني انا لسه بتعلم، فهكرر الكود دلوقتي لكن بعد كده ان شاء الله مش هكرر. تعالى كده نشوف، نعمل ريلود، اقول له كونتينيو، يرجع
والمفروض اول بوستس هنا يتظهر الرساله بتاعت السكسس. ثانيه واحده نرو ده انا خدت الايرورز صباح الفل يعني، حتى لما جيت انقل ما نقلتش صح، اخد السيشن اوف سكسس مش الايرورز. اخد هنا اقول له يا فندم اتفضل شكرا لي عليك تمام جدا، اعمل بس ريلود اهو واقول له ديليت اتفضل يا فندم، راح يقول لي بوست ديليتد ايه سكسسفولي زي ما انت كنت عاوز بالظبط يا فندم. عمل الديليت ان شاء الله المحاضره اللي جايه الفيديو اللي جاي هنعمل ايه، نعمل الايديت والابديت بعون الله سبحانه وتعالى، يعني هنعمل ازاي نعمل ايديت وازاي نعمل ابديت لو الوقت اسعفنا. السلام عليكم.